طبعا زواج القاصرات ظاهرة انتشرت بالسنين الأخيرة أكثر شيء، أو تشعبت أكثر، تعمقت أكثر. في إلها أبعادها الاجتماعية، إلها أبعادها الدينية، إلها أبعادها المختلفة، يعني سواء على مدى التاريخ أو بأوقاتنا الحالية. إذا إحنا بدنا نحلل ظاهرة زواج القاصرات أو بدنا نحط لها حلول، والحلول لازم تكون موضوعية، هاي الحلول ما راح تصير أو تعطي الحل الأنسب أو تكون حلول مجدية إذا ما بحثنا بكل الأبعاد تبعيتها. مثلا ما بحثنا بالبعد التاريخي، ما بحثنا بالبعد الديني، ما بحثنا بالبعد الاجتماعي، ما بحثنا بالتغييرات والحوادث اللي تطرأ على المجتمع، فنتائجنا ما راح تكون موضوعية وما راح تكون حلول مجدية. في بعض المجتمعات من أعمار محددة كان زواج القاصرات فيها يعتبر مثل عرف. إحنا اليوم الحالي الإنسان ما عنده هالحاجة أو ما عنده يعني الضرورة أو الحاجة الماسة إنه يستمر أو خطر الانقراض في عنده، بالعكس خطر الزيادة الغير منظمة في عند الإنسان، يعني الزيادة اللي ناتجة عن قلة الوعي، عن قلة تنظيم الحياة الاجتماعية. فصارت الحاجة هي من آخر الأولويات، بينما الإشباع هو صار يعني من أولى، حطوها بأولى جدول الأولويات. وهذا يعني الأماكن الأشياء اختلطت ببعضها، وهذا هو خطر على حياة الاجتماعية. ظاهرة زواج القاصرات ما أنها مرتبطة لا بالجانب العشائري ولا بالجانب القبيلي. قديما مثل ما قلت قبل شوي كان الإنسان يحتاج أنه يستمر بنسله. الاختلاف هون أنه إحنا وين صار الانحراف بالتاريخ، وين صار الانحراف حتى ما أدى أنه هاي الحاجة لزيادة لزواج القاصرة. طبعا هون في شيء تاني كمان إحنا رح نتطرق له إجبارا، هو مسألة تعدد الزوجات كمان. وين صار الخلل؟ الحلقة المفقودة وين؟ لما العشيرة أو الأسرة، المجتمع، لما ببداية التاريخ لما كان يزيد من توسعه أو نفوذه، أو لما السلطة، أو بالأحرى لنصلح لما قوة التوازن الاجتماعي اختلف ميزانها، صار اختلاف وتحول لنظام بطريركي أبوي. صار الخلاف إيش هو؟ أنه السلطة الذكورية عشان تزيد من قوتها، خاصة لإدامة الحروب، لاستمرار بالحروب ولتفرض سلطتها، فكان اعتمادها على القوة الذكورية أو القوة العضلية الموجودة لدى الذكر، يعني خاصة أنه مشان تنفذ هاي المآرب تنجبر أنه تزيد من نفوذها يعني أو قوتها على أرض الواقع. فتحول هون منطق الإنجاب من منطق استمرارية الحياة ووجود الكائن البشري، تحول لمنطق زيادة النفوذ. هون دخلت السلطة بالمسألة، إضاعة المعايير اللي متواجدة بالزواج اللي قبل كان موجود، إضافة ليلحقوا هاي الماكينة. عملية الإنجاب صارت عملية آلية، عملية احتكارية خرجت من طبيعتها، فزادوا كمان من تعدد الزوجات. فإذا هون صار غلطين بالتاريخ، اغتصاب حق الأنثى بالحياة، اغتصاب حق الأنثى بعيش طفولتها، إضافة لظهور ظاهرة ثانية اللي هي تعدد الزوجات، والاثنين مبنيين على أساس تطوير وترسيخ سلطة الذكر وتوسيعها. عطوها صياغة قانونية، وأحيانا عطوها صياغة شرعية كمان. هاي في عليها كثير خلافات. مثلا بالحياة القديمة خاصة صار تنتشر ظاهرة الجواري. ما كان يوجد شيء اسمه رسميا زواج بالمعايير الحالية اللي احنا او المتفق عليها بعصرنا الحالي، او بالمعايير المتفق عليها من خلال خاصة بالأديان السماوية والأديان التوحيدية، لكن عطوها صيغة تانية، صيغة أساساً خارجة عن القانون المتواجد، سواء القانون الديني أو القانون الاجتماعي المتواجد. القانون الاجتماعي المبني على العرف الأخلاقي أو الأخلاق الاجتماعية، والقانون الديني أو الشرائع الدينية المبنية على ضوابط أخلاقية هي أيضاً. يعني النضال ضد ظاهرة زواج القاصرات
وحتى تعدد الزوجات مو نضال اليوم بدأ، لكن اليوم ما أخذ صيغته العلمية الفكرية ما بشكله الكامل ما أخذ. قبل كان يتم النضال بشكل فردي، مثلا أنثى يتم الزواج عن عليها من قبل زوجها فيتم تقوم بنضالها الفردي يعني، لكن اليوم مناهضة ظاهرة الزواج القاصرات وتعدد الزوجات صايرة قضية عامة، حتى مو قضية بس للمرأة، حتى الرجل اللي عنده رغبة أو ذرة رغبة أنه يكون رجل ديمقراطي قبل كل شيء لازم يحارب هدول الظاهرتين، لأنه هدول تبعدوا عن إنسانيته قبل ما تخليه يظلم المرأة. ظاهرة الحرب طبعا أثرت كتير بالتغييرات المجتمع، فمثلا عندنا بسوريا وكل مجتمعات الشرق الأوسط اللي انساقت أو ساقوها لحالة الحرب، هون بقى يتم تشريع بشكل تاني لظاهر زواج القاصرات. كيف يتم تشريع لها؟ مثلا البنت تعتبر أمانة عند الأسرة حتى ما يتم تزويجها. بحالات الحرب أعمار التزويج يتم الخلل فيها، يعني قديما مثلا أو إذا حالات اعتيادية أحيانا الأهالي ينتظرون حتى مثلا الفتاة تكون ناضجة أو حتى الذكر يكون ناضج يعني، لكن بحالات الحرب عشان يضمنوا هذا الزواج القانوني فيتم بعمر يعني حتى ما يتم فيها حساب أنه هاي الطفلة تعيش طفولتها، الحرب أساسا مأثرة عليها مانعها من طفولتها، فيتم فقط دفع الفتاة إلى شيء يسمى الزواج، لكن هو بالحقيقة هو عملية اغتصاب لحق الطفولة. هاي الظاهرة تجيب معها نتائج سلبية أخرى، فالغلط يجيب الغلط معه. فمثلا أول شيء تنحرم الفتاة من حقها بالطفولة كإنسانة، وهي حق أساسي عند كل كائن بشري. ثاني شغلة، الفتاة اللي تكون طفلة ما رح تقدر تبني أسرة سليمة، لأنه بعدها بعمر الطفولة رح تدور على اللي فقدته، اللي فقدته هي كانت طفلة. تم بناء أسرة على أسس هشة، هاي الأسس إيمت ما كانت رح تتحطم أو يعني تزال. يعني الشغلة الثالثة والأهم أنه كثير حالات الطلاق اللي عم تصير سببها لأنه بعمر الطفولة يتم تزويج الفتاة، وبعمر الطفولة حتى أحيانا يتم تزويج الفتى أو الذكر أيضا يعني، فهذا يخليهم بعد عمر محدد يعني ما يقدرون يشكلون الأسرة بكل معاييرها الاجتماعية الأخلاقية النفسية، فما تنبنى حياة على أساس تشاركية. الغلط الرابع والأهم شيء أنه بسن زواج القاصرات جسديا الفتاة غير مجهزة، نسبة الوفيات كثير كبيرة، حالات النزف، حالات التشوهات اللي تصير بجسد الأنثى خاصة برحمها. الأنثى طبعا مجتمعنا خاصة الشرقي في عنا عاهة كثير، يعني احنا عم نشوف نتائجها السلبية، انه الأنثى اللي ما تنجب دائما تصير مكان للانتقاص، تصير مكان للتشريع انه يتم تعدد الزوجات، هذا التشريع لتعدد الزوجات، يعني الأنثى لازم تضل دائما تنجب ولو أنه بعمر محدد قد تتوقف عملية الإنجاب كمان. لكن هذا زواج القاصرات يتسبب أنه بأعمار مبكرة حتى يتم التوقف. فإذا لو أخذنا ظاهرة زواج القاصرات من كل جوانبها الجسدية الاجتماعية العلمية حتى الدينية، راح نشوف أنه ظاهرة مخالفة لهاي هاي هاي النقاط كلياتها، وهاي عاهة كمان بمجتمعنا عم تنتشر وبوعي عم يتم نشرها، أنه بعد عمر محدد الفتاة إذا ما تزوجت راح تضل عانس، فهذا يقلل من قيمتها، يقلل من طلبات الزواج اللي يتم أو اللي يتم تقديمها لها أو يتم طلبها يعني للزواج. بالعكس المرأة شقد ما كانت ناضجة هل قد تبني أسرة ناضجة وتكون واعية أكثر، يعني في كثير عوائل تخرج من مفهوم العائلة وتعتبر زواج الأنثى ولو بعمر صغير حالة كتجارة تعتبرها، وهذا أعتبره أنه فادحة وتعتبر مثل مصيبة أو مثل سيف على رقاب
الحياة الاجتماعية اللي الإنسان يعيش فيها بكرامة. للحد من هاي الظاهرة، سواء بهذا الشيء اللي احنا عم ننتقده أو لهاي الظاهرة بشكلها العام، في كثير إجراءات لازم تنفذ. يعني من هاي الإجراءات مثلا احنا على مستوى الشمال والشرق سوريا في عنا قوانين المرأة، اللي بحقيقتها قد تسمى اسمها قوانين المرأة، لكن هي قوانين اجتماعية تخص كافة المجتمع، قوانين تخلي الحياة الأسرية مبنية على أساس التشارك بين الذكر والأنثى، حياة تشاركية مبنية على التشارك، مبنية على إدامة الحياة والاستمرار بالحياة لآخر العمر مع بعض. حقيقة قوانين المرأة ببعض المناطق طبقت، لها نواقصها، لها أغلاطها، يتم هلا النقاش بعد فترة من التجارب، يتم النقاش مرة أخرى على تعديل هاي القوانين لتكون مناسبة أكثر وموضوعية أكثر. لكن ببعض المناطق لسه ما يتم تطبيق هاي القوانين أو ما يتم التصديق عليها. مثلا هون عندنا بمنطقة منبج لسه هاي القوانين ما تم التصديق عليها. هلا احنا بمستوى انه فقط هذا القانون يطبق على الموظفين او العاملين ضمن الإدارة المدنية، لكن هذا قانون اجتماعي، هذا يعني انه المجتمع كله تمعني بهذا القانون. يعني والثانية اللي تقع على عاتق كل المؤسسات النسائية انه تكاتف المرأة لاعطاء القرار ببعض الاجراءات كثير مهمة، يعني خاصة بعد مرحلة طويلة يعني ومرحلة مظلمة عاشها المجتمع بمناطق المحررة من ظلم داعش، وجه حقيقي لاستغلال الدين، الوجه اللي يتم استغلال الدين لمصالح ومآرب. فمثلا بأيام داعش من الأحاديث اللي يتم الاستماع لها ما كان ضل أي عرف للعلاقات الزوجية، ما ضل أي عرف لاختيار شريكة الحياة أو شريك الحياة، كل شيء كان مبني على الغريزة، وهي تم تشريع لها كان بشكل كثير فاضح. هي طبعا خلق أو ضل له رواسبه ليومنا الحالي. هاي الرواسب لازم يتم إصلاحها أول شيء فكريا، ثاني شيء بالإجراءات الاجتماعية القانونية. طبعا غير هيك احنا وهذا انا اعتبره كمركز دراسات جينولوجيا هام، انه احنا لازم نبحث مرة ثانية مثل ما هلا احنا تطرقنا بنقاشنا لأسس المعضلة التاريخية. انه معضلة اذا ما عرفت أسسها وجذورها التاريخية حلها كمان راح يكون سطحي ومجرد ترميم واصلاحات، والاصلاح ابدا ما ياخذ مكان الثورة الجذرية بالتغيير اللي تتم لأي ظاهرة. يعني احنا كمركز دراسات جينولوجيا بمنفج اشتغلنا تقريبا لعامين فاتوا، اشتغلنا كثير على موضوع زواج القاصرات، وقسما اشتغلنا على تعدد الزوجات. زواج القاصرات قمنا بحملات الصاق بروشورات وملصقات على الجدران، قمنا بأبحاث وسلسلة من المحاضرات مع الكومينات والخطوط والمجالس، وكانت بهاي المحاضرات بهاي السلسلة من المحاضرات يتواجد العنصر الذكري ويتواجد العنصر الأنثوي، فيتم النقاش على هذا الموضوع، وطلعت آراء كثير قيمة. نتيجة هاي الآراء كمان احنا جمعناها بتقرير، هذا التقرير طبعا قدمناه بورشة عمل قامت فيها المرأة الشابة على مستوى الشمال والشرق سوريا، احنا قدمناها كمحاضرة او عرض قدمناه بورشة عمل اللي تمت. طبعا هذا مو كافي، أرد يعني أعيد وأكرر أنه خاصة كمركز دراسات جينولوجيا لازم يبحث بأبعادها التاريخية ويقدر يفهم هاي الأبعاد التاريخية للمرأة الحالية وللرجل الحالي، مشان يقدر يفهموا أو يغربلوا الدواخل أو الظواهر الدخيلة اللي دخلت على حياتهم وصارت تشرعن لحالها. يعني وسلسلة محاضرات على قوانين المرأة لازم احنا نقوم فيها ككامل المؤسسات النسائية والجانب القضائي أو المجلس القضائي وديوان عدالة المرأة، هاي كلها لازم تعمل مثل حملة لنقدر نفهم هاي القوانين، ليفهم المجتمع انه هاي القوانين مو ضده، هاي القوانين اساسا هي جوهره الاساسي، رايدة ترجعه لجوهره الاساسي بعد ما انحرف الانسان عن جوهره الاساسي.